كيفا؟ لا عظيمي، ما هيك مرت عمي؟ ماشي حالة، بس حطتانا هون مو عاجبني، لو حطت لي اياها هون بهالقرنة هيك صارت كتير قريبة من الشباك. لا مرت عمي، حطتانا هون احسن، هيك بتقتل البرد الجاي من الشباك ومن الشباك. لا مو صحيح، بهالقرنة احسن لان البواري بيكونوا طوال وبندفع اكتر. شايفت لك السنة رح نموت من البرد والسقاعي. سمار شو صار بالقهوة امي؟ جاي امي جاي. تسلموا ايديكي، بعت لي حمى اليوم مسحتك البيت مرتين. معلش امي، وتغسلت مرتين كمان. نعيمة. نعم عليكي. عوض لساتها نايمة؟ ايه لساتها نايمة، مسكينة كانت مستثقلة كتير. فيق لك ياها امي. لا خليها نايمة، اتركيها ترتاح. اي حرام. ولي على قلبي ان شاء الله لك. شبك انت بتضل عم تتصفن؟ شوفي ما في شيء امي. بكره بتجيب لي شوية جبصين مشان طين البوري تما ينفي الدخان. تقبرني ايه؟ تذكرني بس بنسى. تمام؟ مرت عمي؟ امو هاتولا شوية مازوت انا نجرب الصوبة. وما احبت تقبرني. حبي شوية مازوت ميله هيك للبرمي بقيان بيسفله شوي لانه الله معك. يلا دير بالك لا تنقطلي بالاراضي، صار لازم نعبي مازوت. وانا جاي مرت عمي شوف سيارة توزيع المازوت واقفة على باب البناية، عبوا منها. ايه شفتها، بس هالشرشوحة ام خالد تلاقيها بعافيتها يا رب. شفتها بعيني، دفعت لهم قرشين وقالت لهم لا تعبوا لا لا تعبوا لا، بس ما فشرت. انا بخليهم يعبوا لي ما دام جايين على اسمها، ما بدي يدردروا علي دردرة. ولا يهمك مرت عمي، اللي صاحب شركة المازوت بكره بخليه أمني، والا ما اخذلك بتعرف من ام خالد. لك شفت على الحسد وضيقت العين، بس انا ما رح انسى لياها، لسه لا طالع لها جرجرتلي على الجمارك من عيونها عامص. احمدي ربك مرت عمي اللي انفتت بعشرة آلاف ليرة. شفتي؟ لو ما لقى ابن بلدي وعد كرامتي وقدر انه ما عندك سوقنية، ايه ما كانت انحلت 200 ألف ليرة مصالحة. اي نعم، ابو فؤاد قرايبك طلع ابن حلال، بس لو حلل اياها بدون ما يدفعني هالمصاري. مرت عمي شغلتك ما كانت قليلة، لو ما لبسنا نص الأواعي قبل ما يفوتوا الجمارك كانت متضبضبة. امي هاي مازوت جاهز، شو عبيها؟ يلا عنك مرت عمي، ما حد بيعبي المازوت غير فرحان. أنا ركبت الصوبة وأنا اللي بدي أعبي المازوت. فرحان شو الريحة؟ ما في شيء مرت عمي، ما في شيء. تعنش عليها يلا. يلا. طفي. العذبني هون. هات خليني نجرب. اطلع بايدكم شيء. ايش مطمس راسك انت وياه؟ اعطيني 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 لشوف عطيتها مازون. لك مرت عمي اللي ساعه فاتح المازون. افتحي لي الهواء اللي لك من تحت. اعطيها لايجي هلا ايجي هون. منيك مرت عمي؟ شالي. يا دله شوفي خالتي شوفي بلشوا القصف، ننزل على الملجأ. شعلت فعلا شعلت. لك شو شعلت؟ ليش هيك صابيتوا فيني؟ شو هذا اللي صار؟ مرت عمي
معلش انا بدبر لك الصوبيا، لو احد عند البوابين ريمو احسن لك. يا عمي شعلت شو اللي صار؟ شو اللي صار؟ انا جبت لها تنظيف البيت للمره الثالثه وبدي افوت اتحمم ثالث مره. هلا هيدا كله انفجار صوبيا؟ ما قلت الا اربجي. لك شو بيكن؟ شو هيدا اللي على وجوهكم؟ مرت عمي هي شعلت الصوبة، خلينا نحدد موعد العرس. لك انو عرس بهالصخام؟ يا مرت عمي ما انت قلت بس تشعل الصوبة منحدد موعد العرس؟ موعد العرس؟ قال عرس قال لك المكتوب مبين من عنوانه. قولي على قامة حظك يا بنتي شو مشحر. روحوا انتوا اثنين نفضوا حالكم من الشحار برا، لا تفوتوا لا تنفضوا حالكم، يلا بسرعة. وين برا مرت عمي؟ برا بسعى. امي خليني اطلع معهم انا نفت حالي كل شحار. روحي احمي الحمام.